عندك تصور اليوم دخلت بالاستراتيجيه؟ لا يجوا على البوديوم بسام يا عيب الشوم عليكم بسام بسام يا عيب الشوم بسام ما تصوروا ما تصوروا ما تصوروا خلي بسام مطي بسام 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 مطي شوي راسك الشخصيات التي تتحدث تباعا الوزير ميشيل فرعون معالي الوزير كنت عم بحكم السيادة حضرتك انت السيادة لا تتجزأ يعني شو اقترح للطرح على طاولة الحوارية واستراتيجية يكون نائب اللي أنا حكيت فيها واللي بالدرجة الأولى تتلخص بحصرية وضع السلاح بعهدة الدولة اللبنانية تتعارض مع بعض ما ورد. إذا عبير يعني كما سمعنا من النائب جان أغا سابيان بحديثه عن تحديدا عن الاستراتيجية الدفاعية